كارثي. اه طبعا، في اللي انت شايفه واللي قاله شريف، انه انت حتى على الوضع، بص على المباراه النهارده، انت رحت للجول بهجمه وهميه في الدقيقه 35 من راسيه مجدي قفشه، صحيح، ورحت بفرصه حقيقيه دي 44 43 او 44 من راسيه صلاح مصر. طيب ده انت لو جبت لقطه في الدقيقه 70، لقطه كاشفه لحال خط وسط النادي الاهلي، عمرو السوليه بامانه شديده، لقطه محتاج انك تقف، محتاجه ريكاردو سوارش يقف ويقعد يتفرج بامان. لا، عمرو السوليه مش موجود في الملعب، يعني ايه على ما يبدو دماغه في، هنقول فيها بقى الارهاق بقى والاجهاد، مش قادر رجليه تشيله في الملعب، مش قادر. ده يعني ايه عمل ثلاث حاجات في لحظه واحده كاشفه للمشهد. طيب ليه انت كمدرب ليه تاخرت في التغيير؟ يعني انت شايف حاله محمد شريف متواصل اهو، وشايف حاله ده جزء، لا ده جزء مهم، انت برضه انت شايف مدرب حاله ايه؟ في تريكه تعملها، ما هو في واضح ان هو كمدرب هو لسه ما يعرفش حتى امكانيات الناس اللي قاعده عليه. انا معاك طبعا، كابتن سامي قصاني اتدخل. اه لا سامي خلاص، سامي قصاني دلوقتي خلاص، سامي قصاني خلاص اللي واقف معاه دلوقتي، هنخش بقى ايه؟ سامي قصاني اختفى، هنخش في سكه يا جماعه وجايب جهازه معاه. كابتن سامي قصاني اكيد ليه دور، ممكن ما يكونش دور هنا في على الخط، ممكن يكون له دور تاني في الملعب، لكن عاوز اقول لك فعلا هو الراجل دلوقتي ما حفظش اسماء وما عارفش، لكن انا شايف انه ما يحدث الان يا كريم من صالح المدرب. ليه؟ انه بيكشف له خلاص. ما انا خلاص انا بقى مش هقعد احكي لك على مستواي، انت شوف بعينيك خلاص. انت يعني ايه، انا منتظر انك انت تتدخل.